الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بإذن الله تعالى وحين أخريد أن كتاب كان هرتين ياله إلا إذا هذا منظومة القواعد الفقهية، وحين كتاب كان إن شاء الله تعالى بلو أن قندونا دور كتاب وكصاب صنفنقا وأدي لهاي نوفد ذي أي ندمع سنة هاي إن أي نآخرنه فن جنوا فن آدي آد مهمة فن القواعد الفقهية فوائدي سوح كم دنا كتاب كأي نقول احتاج دنا كتاب كان ونظم وعي وجبي بحر الرجز كبحر اللايق أنا كصعدة وحنا نظمي الشيخ العلامة المفسر الفقيه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي وحنسب كيس ونقنيا إلى قبيلة تميم المعروفة السعدي أما السعدنة ونسبة إلى سعد بن زيد أو يدي سيسر متكمدة تير لو تيريوي سدا وجد با قاب كالله آخر أيو أهل العلم قال روحي كنو إحنا حصدين أدي أوجي لو تيرين أيو ابن السعدي sida in badan meelaha aynu ku aragno la yiraahdo siinka waa la hoos dhigaya lama kor dhigayo ibnu sa'di hadii laakiin qabiila ahaan loo jeedo as-sa'di ya as-sa'di labadaba waa la oran kara bi fathi as-sin ya bi kasri as-sin bi fathi as-sin wa sida fasiha wa faqsan bi kasri as-sin wa sida baladki ya wadanki sheekhu ku noolaa كعام بحضي عان ككاهي أركا مركا قبيلة اللو تشيدو سينكا إن لو كردقو إيا إن لو هاصدقو لبادو بفران شيخاني وحو رشاي كون صدح بقول يتو دبادي هجريقا وحانو دنتاي كون صدح بقول يليخي يتو دباتن كي هجريقا أيو دنتاي حباتر جمدي سكسي ديران مينو شيخ عالمو معروف وكتوب بدن أيوها علماء دي إسلام ككمدا وحن أكمدها شيوخذي عالمك وينا محمد بن صالح العثيمين شيوخذي سيبو كمدها أنا مركا شيخ قريكاوي منظومة داني ويسكا كوابانتهاي أديوغو نسخدها قارنا اللي حيا أفرتن بيد بيوحي كردقايا أنتو دبيا أفرتن بيد قارنا سقالي أفرتن ويسكا كوابانتهاي وحاني كوابسان إيسا قواعد وحوغية وكمدة القواعد الفقهية أنا ترى أن بدنين قواعد وصولي آهنا ويكوشيران سيدين ميله هذا كو أركي دونه حانا أهل العلم يقول له دين كتاب كاني وحو مركا أصوبة ما انفاني قان لغا بلابه وارده انتا إساق اللورد قد بدأتنا خطبتا كسيس الرئيسة ما كفا فاسن وغسي قدبه وامي الفن لغان القواعد الفقهية وكتاب لغب لا بكره وكتب تأيساق كسيس الرئيسة أرده وحوه يكوحر كره الفات دي دونوه كوابانتهي سيدا مؤلف كوباو الشيغي عبد الرحمن بن ناصر السعدي لكن معاني دي دو عدو فرستا ويبادانتهي شروح نوه إلا دهي شروح دا إلا دهي نوحا كم دا شرح كوابان ومناسبه وصار الشيخ كتاب كألفي عبد الرحمن بن ناصر السعدي لكن انت بدن معاني ذي تصالياشي وحيابها سو شرحا حوق كصاريا وحق الفاظ انو فرفره يا عرابتا يا وحيابها عين كاسئة آدي سوقها ولمايو شرح يك لنا وإلا دهي وأهل العلم مركا دورة أي شرحي مركا كتاب كان مره دو كوبن يهي نظمنا ويهي إن لقايبه أيا في عن ودوش لغا قبته قايبس كاليما هاي وحوهي إسلام مركانا لفهمه قال المؤلف رحمه الله الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار
wuxuu muallifku yidhi alxamdu jinsiga mahad la yidhaahda dhammaanteed lillaahi ilaahay ayay u sugnaatay. ilaahay baa leh, ilaahay baana la gaara. allaha alcaliyi ka sarreeye ahaaday ee alarfaqi ka dhibrinta badan ahaaday, wa jaamici alashyaai ashyaada allaha kulmiye ahaaday, walmufariqi kalena geeya. muallifku wuxuu ku bilaabay kitaabkiisan sida nuskadaha qaar ay marka tilmaamayaan ama nuskadaha qaar ku qoran alxamdu buu ku bilaabay, nuskadaha qaarna bisinka ayuu ku bilaabay. marka sida mashruuca ahi waxay tahay wixii hadala ee masmuucahe ah hadal la dhagaysanayo in lagu bilaabo xamdalada alxamdu lilaahi in lagu bilaabo, sida wacdiga iyo markaa khudbadaha iyo wixii la mid ah. wixii laakiin waxa weeye maktuuba ee la qoraayo, sunnadu waxay tahay in bisinka lagu bilaabo. rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waraaqihii faraha badnaa ee uu waxa weeyaan markaa boqorrada iyo meelaha u kala diray bisinka ayuu ku bilaabi jiray. kitaabku had iyo jeer markuu noqday mid la qoray, isla markaana dee la maqlo oo had iyo jeer waxa weeye la akhriyo, ayaa in fara badan ahlulcilmiga caadadoodu waxay ku dareertay inay bisinka iyo xamdalada labadaba ku jamciyaan. bisinka iyo xamdalada labadaba inay ku jamciyaan ayay caadadoodu ku dareertay, waayo marna waa maktuub kitaabkii, marna waxa weeyaan markaa waa mid la akhriyayo oo masmuuco la maqlayo weeye. waayahay alxamdu lilaah, xamdiga waxaa la yidhaahdaa wasful maxmuudi bilkamaali maca xubbihi wa tacdiimihi wa ijlaalihi. cidda markaa la mahadinayo in lagu sifeeyo kamaal, iyadoo lala qaba in la jecel yahay lana weynaynayo, sidaasaa markaa ahlulcilmiga qaarkood ay ku qeexeen. xamdiga iyo shukrigana waxaa u dhexeeya farqi sida saxiixa ah, waana iska macruuf oo kolle ardayda iyo talabatulcilmigu way yaqaanaan. lillaahi laamta ku jirtaa waa lilmulki walilikhtisaas, ilaahay baa leh jinsiga mahad la yidhaahda, ilaahay baana la gaara. ilaahayna subxaanahu wa tacaala in loo mahad naqaa waxay ka mid tahay dikriga aadka iyo aadka u qiimaha badan, oo in alxamdu lilah la yidhaah ilaahay loo mahad laqo, kelmaddaasi waa min axabbi alkalaami ila allah, ilaahayna wuu jeceliyey in la mahadiyo. sidaa awgeed baa ilaahay naftiisa uu mahadiyey. suurada qur-aanka ka midana waxaynu aragnay iyagoo alxamdu lilaahi ku bilaabmaya. allaha alcaliyi sarreeya, alcaliy waa ismun min asmaa'illaahi alxusnaa, sidaasoo kale alaclaa allaha sarraynta badan. sarraynta ilaahayna subxaanahu wa tacaala ee ilaahay loo sugaayo noocyadii culuwigo dhan baa soo galaaya, sida culuwu daat daata ahaan baa ilaahay u sarreeya, carshigiisuu ka sarreeya, makhluuqaadkiisa uu ka wada sarreeya, waa ka baxsan yahay. waxaa soo galaya culuwul qahri, ilaahay awood ahaan buu u sarreeya, addoomihiisa waa ka muquuniyey ee awoodda badan, wahuwa alqaahiru fawqa cibaadi. culuwu shani baa soo galaya, waa allaha kamaal oo dhan ku sifaysa, naqsi oo dhanna ka hufan. marka noocyada culuwiga oo dhan baa soo galaya. walahu lculuwu min alwujuuhi jamiiciha daatan wa qahran ma culuwu shaani. ibnu lqayim waa kanuuniyada ku odhanaya. dadka qaar oo culuwiga ilaahay subxaanahu wa tacaala marka la joogo waxaa jira qaybaha qaar sugaya, sida ashcariyada iyo maaturidiyada iyo ahlbidac badan oo kale, culuwulqahriga iyo culuwulqadrigiiyo way sugayaan, laakiin culuwu daadka ayay diidayaan. marka waxaa la odhanayaa adilada badan ee culuwiga ku soo aroortay daahirkeedu waxa weeye saddexda noocba inay sugan yihiin oo ilaahay si walba u sarreeyo. maxaad qaarna adigu ku sugtay, qaarna ku diiday? culuwu daadkana diidaysa maxaad kaga saartay? haati daliil, daliilla ma hayaan. allaha alarfaqi dhibrinta badan, sifatu rifqi waa sifo ficli oo ka mid a sifaatka ilaahay, waxaana laga qaadanayaa xadiidkii saxiixa, waman waliya min amri ummatii shay-an farafaqa bihim farfuq bih, ilaahay uu qofka mas-uul ka noqda ama maamulo arrinka ummaddayda wax ka mid ah ee dabadeeta u tudhee u dhibriya, ilaahay oo isagana u dhibri.
الرفيق نوى اسم من أسماء الله الحسنى وحود لي لحديث كي كلا صحيح يسنكي يا إن الله رفيق يحب الرفق إلى هو الرفيق والله ترى لها بدن رفق جنا إلى سبحانه وتعالى وتعليه وجامع الأشياء والمفرق وحي أهل العلم قاري إلى هدين هل كاوح لك قادنا إياه أو إنتا سأي تلمام إيسا وايهي أنا أرضيك علمي معني برنا إياه إنو علمي كسر رأينا إياه دي أبرته وطلبات علمي إنو أرضيك وياهي مد وحوهيان مركا ترالا وآه وآيه سيدا إنو أركي دونو مسائل كي فراب بدنا فرار سنا كتبت وحوهي يكو لحيالي كفر رسنا أي قاعدة كلي يولا قيب كره لغوصة أرورين أيه مركا أرضا يميد وحوة أي أرهن أرد برسن وهو ناكسا أي نقون أيه وجامع الأشياء اللي هي أشياء ميد سكين والمفرق كالنكحية معنى إلهي سبحانه وتعالى أشياء وحيابها قارنا أن أحكي لكوائس كمديهين وحيابها قارنا وحوة يوكوك لجيه صالحان مخلوقان وحيابا اي كسمين باكرة وعي كسمين أصل كا مخلوق نمره أصل الخلق ووضا مخلوق سو ما ركتب لما أنتود ووضا مخلوق وعي كسمين رزقه إلهي با سبحانه وتعالى وضا أرزاقه وما من دابة إلا على الله رزقها وليس مخلوق بغير رزق وحاكرة لكن وحيابا بضان يكوك لددوين ورزقه هلا وضا أرزاقه إيه mid bay ilaahay subhanahu wa ta'ala intu doono ka seenaya mid u badiya iyo mid u yareeyo walaw basata allahu arrizqa li ibadihi la baghaw fil ard walakin yunazzilu bi qadari ma yasha wa ay ku kala duwayhiin makhluq baha wara ahadane oo tusalahan makhluq baka kale bani aadam baha wara ahadan laakin maxay ku kala duwayhi bi dhaanti midabki qaabki waxyaabada ilaahay ku kala soocay oo ku kala duway ba jira marka wa jaami'il ashiya'i wal mufarriqi ما همك إلهي سبحانه وتعالى وليه جامعي مفرق إيوا من باب الإخبار إلهي سبحانه وتعالى لك قول رمي أرنكا أن أهل العلم قلنا وحي لهذا قاعدة أهان باب الصفات أوسع من باب الأسماء وباب الإخبار أوسع من باب الصفات باب كصفات كبلا ريه باب كمقعيضة صفات كابضن ويردن عيائي كيما دام باتشروف ربضن باب كإخبار كوحيابه إلهي لقى قول رميانا وكبلانيه باب كصفات كوكبلانيه مركاوا ما باب الإخبار وي مره دي دي معنى قلدا أنو كنسان إنا معنى صحاوي هاي إلهينا الصفاء ممقا عان لوغا ديقاه والاقا خبر كرا وحكالو أهل العلم قاية المامين وجامع الأشياء والمفرق ألكن وحا قصوغن براعة الاستهلال وحلو يقانا أيها ألكن قصوغن وايه أو براعة الاستهلال وامحي وإن وحوي هذا الكحجي صهر الله قشاجه وحت الماما إياه وشدد هذا الكن وحمبارسي هي هي مضمون كيس مركا وح الكن لقى قادنا إياه أنا كتاب كان قواعد الفقهية هاي وكساب سي هاي ده القواعد الفقهية أنا مسائل كيسكمت كأنا هذه شر قاعدة الغورية كوا وحويان مركا كلا دوان يعني سكو حكم كاهي نوالا كلا دوا والله كلا دوا ذي النعم الواسعة الغزيرة الله صو ذي النعم نعموين كاو صاحب كاهادي نعموين كي الواسعة بلارنايد الغزيرة فرها بدنايد يا والحكم حكمتها او صاحب كاهادي حكمته الباهرة وحكيا بنيسي قفك ما آدمها كيا بنيسي الكثيرة فرها بالنيد شيخ إلهي سبحانه وتعالى وحكو سفيي إنو يهي الله نعموين كبضن أدومه ساسية نعموين كاسنة لبدا صفاء يليين وامد ويبنيه نعموين كإلهي بحيا واتكلوان بلاريين سيدا أوقيت با إلهي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها دا ترسان نعمة إلهي ونعموين كإلهي باللوشي وهي نعمة صدا كتاب كاين وقمان دوتوها مفرد مضافة عموم بفايديني نعموين كإلهي هذا استرهدان تريا لا تحصوها ما ترين كرتان ما تريكو بكرتان محان لو تريكو بكرين لساعتها وكثرتها وانا يبضانتها وانا يبلارانتها وعاكلو إلهي دا لم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض
وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. مركان نعموين كإلهي ويبدنيهين كوا موغضا يكوا قرصون نعمة الدنيا هي نعمة الدينات نعموين كابضن با إلهي سبحانه وتعالى وبحياه حنا نعموين كم داين ووين كم داين قفك إلهي ماك إسلام نبدا وافتشيو إنو إلهي سبحانه وتعالى طلب العلم وافتشيو علم إنو طلبه ووفهمه وعمل فلكيس إنو وافتشيو وحاصر لم يوحوه ونعموين الغزيرة وافرابضا والحكم أي وذي الحكم أهاضي الله أو صاحبك حكمتها الباهرة وحكوريرين إيساء وحكيابين إيساء الكثيرة فرهبضا ربنا سبحانه وتعالى وذو حكمة إلهي حكمة بكسي فيسيها حكمة بنا ووضع الأشياء سيد أهل العلم قال كعبيران وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها أشياء هل كايكوها بوين أما إليين إلا نقوي أما هو اسم جامع لكل ما يمنعك من الوقوع في الخطأ مركا إلهي حكمة أي كسي فيسية وإسمك إلهي الحكيم وعلق قادنا يا أهل العلم يقول هذا صفة الحكمة وعكال الله قادنا يا صفة الحكم لا بدب والله قادنا أهل السنة والجماعة قاطبة ويسقيان ويرميسيهين حكمة إلهي سبحانه وتعالى واي ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم مركي إلهي سبحانه وتعالى وأماني وحويان مركا مهديي أيا وحكو صلي يا رسولك عليه الصلاة والسلام ثم دبدتنا الصلاة أمان مع سلام أي مع سلامة النبت قال يلالقبا سلام تاسود دائم شوكتاهي على الرسول رسولك كركي سهاهات رسولك القرشي المنصوب إلى قريش قبيلة قريش لنالو نسبي الخاتم أي ختم به الأنبياء والرسل أنبياء دي الرسول شلقوا ختمي أما الخاتم ختمي وايه وعكس اللي الشيخ رحمه الله رسولك عليه الصلاة والسلام ولبوحه يسرعي الصلاة يسلام تأيو يسرعي مرك رسولك الله صلى الله عليه الصلاة والسلام صلاة هي سلامة إن لا إسرائيه واصدة في عوي ويا إلهي بين فرين لبضب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة دنا حق إلهي مرك كاها توحي معنه صلاة الله على رسوله سيدة صحيحة الإمام البخاري أو مرك كصوري عالم كتابعي قال لورنشري أبو العالية رفيع بن مهران الرياح با مقعيس الأورنجري صلاة الله على رسوله وثناؤه عند الملأ الأعلى ما في الملأ الأعلى وأمانت إلهي سبحانه وتعالى أماني قول كاسا بن القيم جلاء الأفهام كوكو دورتان العلم فربضان وكلنا أي دورتان مركا وأمانت إلهي سبحانه وتعالى وأماني أمانت إلهي أنبت قليا للاقبا يبت بادين رسولك كركيسيات رسول كان وحل وجهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام رسول نوى فعوله بمعنى مفعله وحل إلى المرسل إلى غيره كالله دري مركا غير كيبال إلى رسول أي مرسل ومدل الدريوي رسول كان نمركا قريش قبيلة دي الأورنشري أي وحويان كتر سنة وهابن النظر ابن كنانة الخاتم أنبياء لغو خاتمي سيد إلهي سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين عدك ورن تهدين لقو إلى هذا إلهي وحو الشيقين النبي هذا خاتم أي الرسول شيئين وخاتمين مو الشيقين أي الدليل كشئين وحو الرسول شيئين الله خاتمين الشيقة أي كان هدين لقو لك ور وعد لا هذا هاي أنا رسالة دو أما رسولك وكسر رأي النبي سيكلا هذا ينور لقنا رسالة دو ويكسر رأيسا نبوضة الرسالة أعلى من النبوة صوما نبوة دي هدي لشيغين لختمي تي كسيس الرسول رسالة دانين لختمي من باب الأولى صوما مركا إلهي سبحانه وتعالى بيدي الرسول شبكو ختمي الخاتم هدي لإلانا ختمي وخاتم النبيين وخاتم النبيين وقراءتان سبعيتان سباركت على رسول كود عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي نبي قدم بي مجر حديث فربضن باكو صار ورطي أرنك عين كاسة ضدك مسلمين تاهنا وامدي كويش معسي سيدا أوجد نبي محمد بدي كان نبي شيك تاوا قال كرمائية كرسائية أمر راعي لهذا ورنطا سودا وو
يا أنا كرمي سنة اسنوا قال ما فهمت مركا كوحوي يعني نبي نمشى يكته إياك كده جي استعمر مايا لبد بوا كافراني وي الخاتمي وآله آل كيس كركي سرهاها تو صلاة دا إيا سلام تاس إيا وصحبه صحابدي سي صحابدي ألا براري ونا قبضنا إيا الحائزي كوبي مراتب الفخاري شرفتا إيا فضلقا إيا الرفعدا درجات كودا كوبي الحائزي وكوبي وي مراتب تنوى منازش إيا درجات الفخارنا والشرف والرفع والفضل مركا الابراري الحا ازي كوبي مراتب الفخاري شرفتا يفضلق يسرينتا درجوين كودا كوبي انا آلك رسولك عليه الصلاة والسلام يا صحابة دي سوينتا دبداد كسليي آلك رسولك انا آل العلم قاروحا الى اهدان واتباعه على ملتي وددك الدينتي سكرا عيو دنبا سوق لأي حانا اوغو مركا مدن اما اوغو الرئيا dadkii qaraabadiisana ahaa ee muuminiinta ahaa ahlul ilmiga qaarna waxay raahdeen ana wa alihi wa dadkii wax weeyaan ana qaraabadiisa ahaa muuminiinta ahaa ee sadaqadu ay xaraanta ka ahayd waayo wax la raaciyo marka saxaabadii ba la raaciyay culimada qaar way tafsiiliyana waxay raahdeen marka la joogo baabka ducada iyo saligiyo marka la joogo waxa weeyaan aalka rasuulka waxa looga jeedaa atbaacuhu ala millatihi marka la joogo baabka zakada iyo sadaqadiyana aalka rasuulka waxa looga jeedaa ee qaraabadiisii sadaqadu ay xaraanta ka ahayd marka adigu si kastaba ha ahaatee Cabdiraxmaan ibn Naasir as-Suudi wuxuu ku sheegayaa sharaxa aalka inuu uga jeedo atbaacuhu ala millati macnihi marka fogaaya caamka ah inuu uga jeedo sida awgeed ba saxaabaduna de aalkay kamid yihiin waxaana noqonaysaa min baabi atfi al-khaas ala al-aam yani saxaabadii iyo marka khaas oo aalkii caamka ah kamidaba waxa lagu cadfay aalkii oo caam oo macna caama looga jeedo saxaabadii qayb kood baa isoo galaya marka saxaabadii laba jeer in la sheegay noqonaysaayo ee marna bi tariiqul umum baa lagu sheego aalkaas ay ku jiraan marna bi tariiqul khusus baa lagu sheegayo wa saxbi si gaar ah loo sheegay xana si gaar ah loogu sheegay qiimaha ay lahaayeen iyo waxa weeye umadan ee dheeraadkay ka lahaayeen iyo qiimahoodi way وصحبه صحابتي الأبرار رنت إيه وناقب بضنا بارين تهاي وناقب بضنا مركا وصفة كاشفة أهل العلم قول أهدينو معني معنوهم ماها صحابتا قار مركا يعني آن أبرار هاين باكو جرة معنو حوى إيه صحابتو لما أنتو دوا وضا أبرار أيه هاي كوا ودا وناق سنبا يا هاي ألحا إزيه كوباي مراتب الفخاري وناقا إيه شرفت درجوين كودا كوباي صحابتنا وحوية شكك مجره شرفته ده يقيمه ده يوناقي أي لهايين وهي وحيا هايين قوم إلهي سبحانه وتعالى ودورتي لصحبة نبيهم لصحبة نبيه نبي قيسين إلا صاحبان ويأرضي النقضان ويدين تي علم كان كحنباران ويدين تلفي ديان وإلا جهادان وعدوغا أي كدفاعان قوم إلهي ودورتي بيا هايين sida awgeed ba al-imam safariniyo ana al-aqidah safariniya yani nadmiga la yiraahdo ku caanka ah laakiin magaciisa durratul mudiyya la yiraahdo marku saxaabada ka hadlaayo wuxuu yiraahdaa marka abiyaad qiimo badan oo macaan walaysa fil ummati ka sahaba fil fadli wal walaysa fil ummati ka sahaba fil fadli wal ihsan wal isaba lanahum adigu ala kulli hal abiyaad aad u qiimo badan ayuu yiraahdaa marka saxaabada rasuulku qiimahooda iyo wanaagoodu waa fara badan yahay waxa uu abyaadan kuugu tilmaamaya al-imaam as-suudiyyu rahimahullahu ta'ala in cilmiga naafi'ahi uu yahay maa jaa'aka an illah waxa ilaahay xaqiisa kaaga yimi aw jaa'aka an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam ama rasuulka ilaahay alayhi salaatu wa salaam xaqiisa kaaga yimi أو جاءك عن الصحابة أما الصحابة ده حقه ده كاقيم علمك مركا نافعة هواكا سيدا أو قيد باو علمك كهد ليو يري اعلم وحد وقاتا هديتا الله كهنونيا أن أفضل المنن إن نعموينكا كوقو قيمها بدن علم علمي ويهي علمك سيزيل
بابين أيه عنك حقاك كبابين أيه الشك شكك يودرنا وسخضة وهو يكشف فيدا أيه الحق حق وفيدا أيه لذي القلوب أي لذوي القلوب قلبي يد سليم كاكو وصاحبك وهو يصل قارسين أيه العبد دونك إلى المطلوب وحل الرادين أيه وحل الدون أيه قارسين أيه اعلم وفعل مر من العلم أه علم جنا وحل إذا إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما بالله أهل العلم جنا اعلم أجو هدي إلى أهدان وحا أي صوضان ووح مهيم وي وح هذه شارع علم استعمالان مركا أي أرهن مهيمه إلا أجادا أي تهيم دان لجمر مهين مركا يصوضان أجو وي هدي تالله كهنونية وجملة دعاء معترضاه دعاء يأوي ألكا وح كلكا كسجان الدعاء لطالب العلم أرضي إن له دعيه هنون با شيخ أرضي وجود دعيه وأنا الدعاء هل كان مناسبة محيها لقوه هنونيه هديت اللي أن تعلم الله كقوه هنونيه إن أضح برات هديت اللي أن تعمل الله كقوه هنونيه إن أتقعمل فش هديت اللي أن تفهم الله كقوه هنونيه إن أتفهمته أنت بوي نقنيسة أهل العلم قلنا هذا يتشير أرضي ويود دعيه وحنا كقد يانا يا رسولك عليه الصلاة والسلام ويا رسولك إني شرفت بدنا صلوات الله وسلامه عليه صحابتي سينو ودعيي بينو هاي ناقار كمدا وعبد الله بن عباس وينا ديركيها محوكو يري اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل إلى هاي الدين تفهنسي تفسير كقرآن كان بر دعادي رسولكنا عليه الصلاة والسلام ويكون عضا وسيدو الدين توفهمي يسيدو وحوي ينمركا تفسير كقرآن كأويقاني إلى ترجمان القرآن لورنج ريبا وينو قرانينا سيدا سوكلا رسولك عليه الصلاة والسلام أبو هريرة يدعي ومركي وحوي يدعي وحن كام غلا حديث بدن واني اللوبة واكيد مرارة رفده طبعا يتنا وحوي سيدي مد وحقو أخري يوك مد وحقو مركا شبا يوكلا سيدا يدد بيتنا يدي سكول عبو حديث تنبما إلا بنبود أبو هريرة كتاب العلم من صحيح البخاري كمراجعه مركا أهل العلم يقول مركا أرديد ودعينا إيان أدل داس يردقن كرسولك عليه الصلاة والسلام أي دبتشوغان أما أي وحوه يراعيان وأنا أرهن مهيمة أرضك إن لو دعيه إنو إلهي سبحانه وتعالى علمك أفضل دايه إنو إلهي كهنوني عمل كيس أصخره إنو إلهي أمضى إيا نفتي سبكو أنفعه أرهن تاسنا وامد مركا أرضك قوليس السودوينو أه ووحوه يان مركا قلبك يسي فرايسة إعلم وحدوغا تاهديتا الله كهنونيان أفضل من علموي أنا المنن وجمع منه هو النعمة وي من هذا هو النعمة مركا نعموينك إلهي بحي وحا وقيمة بضن علمي ألقى إشكال با سؤال وري إشكال كاسوح وي علمينا ديالة إيمانينا ديالة تطقف موحدا غطاميانك وري يا دا محوش يا خسيدا ويلي ما يجيب على هذا السؤال آش العلم قبل القول والعمل أي آخر أيه waxa la oran kara sida ahlu cilmiga qaar kood ay ku toojiyeen iclam waa ficil amar soomaaha cid la hadlaya marka horeba waa qofka muwaxidka ah dad oo dhan la hadli maayo marka horeba muwaxidka la hadlay iclam oo weey ayu hal muwaxidu qofkaagan muwaxidka ah oo he hudiita allah ku anuni aan afdalal minan marka qofki muwaxidka ah ee muuminka ahaa taa cilmi waxa weeyaa naafica ayaa nicmooyinka ilaahay siiyay ugu qiimo badanay ama waxa la oranaya نعموينك علم نافع وقيمة بضن يعني بعد الإيمان إيمانك الدبدي أرك إيمانك اللي جي ماده سدانا وحوي ولا ركرا واي مؤلف كهل كان أما اللي بدن بيدي وروح وكل شيء جياه علم جن نافع أه هي الثمرات كلا قرنا يفه أما الصمد وليه وحنوي نوش شيء جي علم جن نافع أه إنه يهاي كشك جي درن كقفك كسولية أنا حقنا وفيدة وعضية dadka aqliyada hagaagsan leh adoonkana wuxuu doonayaa mudlubka hagaarsii waa cilmiga weey cilmiga naafiicahi rasuulkeenu alayhi salaatu wa salaam inaynu ilaahay weydiisano horta weyna faray oo sallallahu ilma naafi'an wa ta'awadu billahi min ilmin la yanfa ilaahay cilmi naafi'a weydiista wax tar leh cilmi aan marka naafi'ahin waxba tarayna ilaahay subhanahu wa ta'ala ka magan galaba rasuulka alayhi salaatu wa salaam ka saarorto علمك النافع هنا أنا
waaka samaraadka iyo midaha laga helo hadii aynu markaa sharaxno wan hadalkan muallifka waaka qalbiga ka suuliya laba arin oo kala ah shakiga waxa markaa keena shubahaadka xiyaabaha markaa xaqa waxa weeyaan u eeg ama qofka xaqa ka qarinaya ayaa shubahaad la yiraahdaa addarana wa alwasakh weeyi waxaana looga jeedaa almucaasi macaasida markaa macaasiduna waxay ka mid tahay shahawaadka waxyaabaha markaa naftu ay jeclaysanaysay aan fiicnayn markaa cilmiga naafica ahi waa ka shubahaadkana qofka ka zuuliya ka kaxeeya qalbigiisa sidaasoo kale shahawaadkana qalbigiisa ka zuuliya maradu shubahaad iyo maradu shahawaad labadaa xanuunba ka qofka ka bogsiya ka kaxeeya ayaa cilmi naafica la yidhaahda xana ahlulcilmigu yidhaahdaan sideedaba xanuunka qofka ku dhaca marka hore waa laba qaybood marad xisiya iyo marad macnawiya maradka xisiga ahi waa ictilaalulbadan waa jidhku waxa weeye inuu xanuunsado faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhar soo ma maradka aayaddaa ilaahay ku sheegay waa maradkii jidhka waana ka waxa weeye keenaya qofkii loo ruqseeyey maalintii rabadaan inuu iska afuri karo haddii uu xanuunsanayo soo ma aragtid iyo ruqsooyinka kale aynu naqaanee macruufka ah nooca labaadna waa maradka noociisa labaad waa marad macnawiya weeye xisi maha waa macnawi markaa kaa macnawigaaba wuxuu u qaybsamayaa maradu shubuhaat iyo maradu shahawaat labaduba qur-aanka way ku soo arooreen tusaale ahaan maradu shahawaat waxa u daliila falaa taqdacna bilqowli fayatmaca aladii fii qalbihi maradun waqulna qowlan macruufan marka ilaahay dumarkii rasuulka la hadlayay calayhi salaatu wasalaam ee edbinay hadalka kor ha u qaadina si aanu markaa idiin damcinka qalbigiisa marad ku jira maradkaa maxaa looga jeeda waa maradu shahwa weey soo maaragta munaafiqiinta ilaahay markuu ka warrayay muxuu yihi fii quluubihim maradun quluubtooda marad baa ku sugan maradkaas waa maxay waa maradu shubha shubhooyin baa ku jira weey munaafiqiinta iyo mushrikiinta iyo gaaladan shubahaad baa waxa weeye ku jira iyo mulxidiinta shubahaad ayaa ku jira markaa cilmiga naafica ahi waa cilmiga shakiga iyo waxa weeye shubahaadka iyo shahawaadka iyo wasakhda kaxeeye ee meesha ka saara sidaa awgeed baa cilmigaagu haddaanu shubahaadkaba ka kaxaynahay waxa weeyaan markaa ishkaal far baa ku gudanta sidaasoo kale maradu shubahaad haddaanu kaa dawaynahay inaanu kaa kaxaynahay waxa weeyaan markaa cilmi naafica ma noqonayo waayahay halkan kolkaa faa'iida ee ahlulcilmiga qaarkood baraarujiyeen faa'iidadaasi waxa weeye waxaan sideedaba shubahaadka la yidhaha shubahaadka waxaa lagu zuuliyaa cilmiga sharciga ah ee saxiixa ayaa lagu suuliyaa ma fahanta in xoog lagu suuliyo ama awood loo adeegsado waxaa ka muhiimsan in xujo iyo cilmi lagu suuliyo sidaa awgeed baa qoladii khawaarijta markii ay suurursadeen ay baxeen ee waxoogay shubahaad ay isu geegeeyeen cabdillaahi ibnu cabaas radia allahu canhuma waa kii markaa u tegay halkoodii ugu tegay waa kii la dooday yii bal soo daayo waxa haysaane waxa weeye saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam kaga soocante yaa bal soo daaya kolba qoda bay sheegaanoo dabeeta uu ka jawaabaa adilada ayuu duldhigaa ma ka baxdeen kaasoo cosay haa ilaa kumanaanay ka noqdeen oo yidhahaan show meesha waxba ukumaynaan hayn sidaa awgeed baa dadkan had iyo jeer shubahaadku ay ku jiraan ama afkaarta qaldan waxa weeyaan aaminsan in la xidhxidho uuna ama awood loo isticmaalo waxa ka muhiimsan in culimada waxa weeyaan markaa loogu yeedho oo wax loo saxo oo shubahaadkiiyo waxyaabaha ay isku dhoobdhoobteen laga kala daadiyo laydha waxaa sax maaha waxaasina sax maaha kaasina daliil ma leh sida saxdina waa sidaa qofkii markaa xaqdoon dee u qaadanayo waaya wayakshifu alxaqa lidi lquluubi waxaa ka mid ah alcilmu naafic tilmaamihiisa ama thamaraadkiisa inuu dadka quluubta hagaagsan leh alquluub assaliima qalbiyada caafimaadka qaba xaquu u faydaayo oo u caddeeya yaa dariiqa xaqaa buu caddaynaya wayuusilu lcabda addoonkana wuxuu gaadhsiiyaa ila almatluubi waxa la rabo ee la doonayo waxaad markaa isweydiin kartaa waxa la doonayaa waa maxay waxa la doonayaa waa irdaa'u araxmaan waalfawzu biljinaan ilaahay subxaanahu wa tacaala in la raalli geliyo jannooyinkana lagu guulaysto ayaa markaa dee la dalbaya marka waa cilmiga aad janno ku shaqaysateed janno ku tagto waa cilmiga aad ilaahay subxaanahu wa tacaala ku raalli geliso yaa kaad waxa weeyaan maaragtay ku shaqaysato ama lagaaga dambeeyo
ama lagu amaano un ma aha ee garo wuxuu yiri al allama ibn abd al bar rahimahullah خير العلوم ما ضبر أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضيه وفرس وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضيه وعلمك إلهي حقي سقفك وهو قامية وكحاية تصيه وحي إلهي سبحانه وتعالى رالي ذكا نقني الإمام السعديون مركو تفسير كيسة قصة سورة الكهف نبي موسى عليه السلام يا خضر قصة قصاب سنيد أي فوائد بكسو صارات يتشير قصص كقرآن marku tafsiirkiisa fasirahad iyo jeer fawaid bu ka soo saara marka fawaid ka soo saaraya waxa ayu sidan ku yiri wuxuu ruu minha anna al ilma nafi'a huwa al ilmu al murshidu ila al khair fa kullu ilmin yakunu fihi rushdun wa hidayatun li turuq al khair wa tahdhirun an tariq al sharri aw wasilatun li dhalika fa innahu min al ilm al nafi' wa ma siwa dhalika fa imma yakuna darran aw laysa fihi fa'ida wuxuu ilmiga nafi'ahi والعلم المرشد إلى الخير وعلمك قفك كهنونين يا خيرك علمك استو قفك هنون كهله وطريقة خيرك يا وناقة كهنونه أما الطريقة وحوه يا شركة وشيقة يوه كقبيره أما أرهنك وصيلية وضوها علمك النافع أبو كميدي وحي أن تاه إننا أما وعلمي ضار وحدي بيه ونافع بماله أما وحوه يا وعلمي أنفا إذا كتيرين واي فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد وعو الشيخ رحمه الله مرها دي وحاوقو قيمها بضاني وعلمي هي نافعة فاحرص كددال على فهمك فهنكاق للقواعد قواعد آت فهنتو قواعد جامعة المسائل مسالوينكا كل من ايسا مسالوينكا الشوارد فررسنا midiba wax weeye meel ay ku taalay oo fatartaqi ay fatartaqiya aad korto fil ilmi ay fi manazil al ilmi darajooyinka ilmiga khayra murtaqa wax wax lagu koro ka wanaagsan aad marka ku korto oo inaad wax weeye ah qawaacida furuucda inaad ku binayso usoo sheediyo qawaacideed oo wa taqtafi aad raacdo subul alladhi ki wadadiisa قد وفق علمك إيه خير كاللوافجي وايه مؤلفك وحو أرضي مركا يلي كود دال مرها دي علمك وصدا إيه هاي ولغا مارمان إيه هاي واحد كود داشا قواعد إنا أتفهنته فهن كاقا قواعد أتفهنته كود دال قواعد مركا صدا عام سي عام الله يقا علم لي ولا قواعد بلي حان أهل العلم قول أهدان علم والب قواعد سينو أرضي حصليه ووحو يقايبه وفهمه وارن آدي آدو مهيمة وارن أرضيك مركا أسه ليسا إنو علمك كتفن ورصفي عن أبرت لكن قواعد هل كان أجيدا والقواعد الفقهية سيدا أوجد با وحو الشاقي سفدي دا أما وح أي ماركت قواعد الفقهية خصيفة سنتها وحو الجامعة المسائل الشوارد قواعد سو كل من أيسا مسائلك فررسن كلفوغ إميلها كوكليالة صفاد أنه حلاء القواعد الفقهية أيها إسكاله واي مركا أوحو هل كان كوغو شيغي القواعد الفقهية فوائد ديده لابدن بيت سدح فائدوها إلا يده هاي بوكو شيغي فائده ده كوباد وحوو أيها مسائل كي أيها كوصة ورونيس مسائل فروعه فربضان 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 وكتبت أما أبوابت كالدوان كن فررسان أيها قاعدة وحوو أيها كوصة ورونيس سباركت وهذه فائدة مهمة جدا وفائدة آدي آد مهمة تاس واي وفائدة ها آدي آد مهمة فائدة الله بعض يا وشيا جوام حيث ترتقي في العلم خير مرتقى قف كا يعني قواعد داسي برتا أدي الله بكون علم جي قف تي الصراع وقصعدة وعلم له وعلم جي فهمه أيون نقنية ويا دي الباب كي صحرا هاي علم جو وحوى لها وكجلا يصومه فائدة صدحات وقت اختفي سبل الذي قد وفقه أهل العلم جي هراء حق إيه علم جي مركا فهم كدين تلوافتشي طريق دين قفقو راعية وأهل العلم جي واحد ويا علم جي قواعد يسيا وصوشي سايكو حصلين شري صباركتي كليات كي سايكو حصلين شري مركا هو مهم قاعدة دي واحد ويا مركا واضح خصوصا إسا فروع بدن ويكوكو لكن فروع ده تاد استلام مسألة مسألة وقاي مسائل كفقه جاي فراها بدن مسألة مسألة تاد استلام وقاي بديك جيون بس ويفربرين صباح
ka marka hore horta sidaad u wada heshaa ama u wada daalacataa waa iska adag waa ta kale masaailka fiqhu kolba way soo cusboonaanayaan oo kolba waxba imanaya xukun u baahan oo kolba waxba imanaya oo iska daba imanaya waa ta kale hadii xataa aad cagta marisood wada qaybtaba waa idin loobaysa soo baragti way fara badan yihiin waa idin loobaysa sidaa awgeed baa ardaygii si uu u tamakuno wuxuu u baahan yahay qawaacid inuu helo guudo qaacido walba furuuc badan iyo masaa'il badan oo fiqhi ay soo he ay soo hoos galiyaan soo maaragti ahlulcilmiguna aad iyo aad ayay maaragtay hadallo badan bay ku leeyihiin fawaa'ida alqawaacid alfiqhiyana aad iyo aad ba u sheega fannigana alqawaacid alfiqhiyana wuxuu ka mid yahay funuunta naafica ah ayuu ka mid yahay garo waa funuunta naafica ah ee muhiimka ah ahlulcilmiguna ay aad iyo aad isugu mashquuliyaan inay faahfaahiyaan oo ay wax ka qoraan waay sida insha allahu tacaala aynu markaa dibka arki doono wuxuu ihi sheekhu wahaadihi qawaacidu nadamtuha wahaadihi tani qawaacidun qaacidooyin weeye asalka sarta qawaacidu waa mafaaciliyo waa maa laa yansarif siiqatu muntaha aljumuuc weeye soo maa laakiin hadda maxaa loo tanweyniyo munawan looga dhigay waxaa looga dhigay lidaruurati shicri walidiraarin aw tanaasubin surif du sarfi walmasruufu qad laa yansarifi mimaaligu waa ka alfiyadiisa ku odhanaya marka wuxuu ihi wahaadihii tani haadihiina waa ismu ishaara sheekhu isagoo kitaabka qoray haddii uu markaa muqadimadan uu waxa weeye hadalkan u lahaana ishaaradu waxay ku dhacaysaa shay mawjuudo oo qawaacidaa uu qoray ee uu ku nadmiyey bay ku dhacaysa haddii waxa weeye muqadimadu ay horeysayna macaanida uu maskaxda ama qalbiga ku soo ururiyo uu doonayo inuu dabadda u soo saaro oo uu qoro ayay waxa weeye ku dhacaysa wahaadihi tani qawaacidun qaacidooyin weeye qaacidooyinkaasoo nadamtuha aan ku gebiyey waan taxayoo gabay baan waxa weeye ku taxay gabaygaasina waa baxru rajas kan iska jilicsan min kutbi ahli alcilmi qad xasaltuha ay qad xasaltuha waxaanan ka soo xasiliyoon ka soo qaatoon ka keenay qawaacidan min kutbi ahli alcilmi ay min kutubi ahli alcilmi kutubta ahlulcilmiga ayaan waxa weeye ka soo qaatay waayahay halkan wuxuu inoogu sheegay mu'allifku calayhi raxmatullah inuu markaa qawaacid intuu isu keenay ku gebiyo uu tahay had iyo jeerna caadooyinka ahlulcilmiga waxaa ka mid ah inay waxa weeyaan faniyada masaa'ilka cilmiga inay ku gabiyaan naxwo ha noqoto sarfi ha noqoto waxa weeyaan markaa ha noqoto waxa weeye fiqi ha noqoto xadiid ha noqoto yaa qawaacidulfiqhiya ha noqoto funuunta kale cilmiga ha noqoto inay had iyo jeer ku nadmaan oo ay ku gabiyaan waayo waxaa la yidhi xagga qaybistana wuu u fudud yahay gabaygu horena looma ilaabo soo ma aragtid labadaa faa'iido muhiima ayuu leeyahay oo nathriga uu kaga ama hadalka qubanaha ah in gabayga ahayn uu kaga fiican yahay hadalka nathriga ahina isaguna dee waxyaaba uu kaga fiican yahay ayaa jirta marka horta waa gabay weeye sida ahlulcilmigu ugu gabiyaan waxa weeyaan markaa funuunta cilmiga ayuu isna ugu gabiyay sheekhu waxaa kaloo uu inoo sheegay min kutbi ahli alcilmi qad xasaltuha qawaacidani jeebkiisa sheekhu kamuu soo saarin ma faantay mid isagu waxa weeye uu alkumay ama uu isagu waxa weeye isku geegeeyey ma aha ahlulcilmigii ka horreeyey buu ka faa'idaystay marka halkaa laba faa'iidaa ku jira faa'idada kowaad waxa weeye kutubta ahlulcilmiga in la daalacdo had iyo jeer markaa mutaalacada la badiyo oo kutubta ahlulcilmiga la akhriyo laga faa'idaysto waxaana ahlulcilmigu idhahdaan marka kutubta la daalacanayo wixii faa'iida ahay muhiim ee kaasoo horbaxda in meel lagu qoro oo qalinkii iyo buuggii aad haysato ayaa wanaagsan oo arrintaasaa thamaratulmutaalaca mutaalacadii aad kutubta daalacanayseed akhrisanaysay waa midhihii aad ka goosanaysay arrintaasina waa muhiim faa'iidada labaad ee meesha ku jirtaa waxa weeye waa idaafatu lfadli ila ahlihi fadligii ayuu ehelkiisii u tiiriyey yacnii sheekhu calayhi raxmatullah waxa weeye ahlulcilmigii qawaaciddii markaa ay ka hadleen iyo cilmigii ay sheegeen ayuu u tiiriyey ayuu he u tiiriyey arrintaasina waa arrin aad iyo aad muhiim ah marka barakada cilmigana ka mid ah dad masale faa'iidaysato ciddii aad ka faa'iidaysato u tiiri halkii aad ka soo qaadatay waxa weeye u tiiri hebel baa sheegay halkaasay ku taallaa hebelkaa kala noo faa'iideeya sidaa dheh waa min barakati alcilm waxaanaad iska ilaalin faa'iido adigu aanad lahayn ood cid kale ka soo qaadatay intaad ciddii qarisa aad ka soo qaadatay inaad ka soo qaado sidii wax adigu aad leedahay oo kale alkhatiibu albaqdaadiyu wuxuu odhanayaa sida ahlulcilmiga qaar ay ka soo rareen
وكذا يجب على المتعلم الاعتراف بفضل الفقيه والإقرار بأن العلم من جهته اكتسبه وعنه أخذه وعسدا سوك لقفك وحبرنا يواجب كواه إنه اعتراف فضلك فقيه قفك عالمك أو قراء علمك إنه حقي سكا كسبري سقنا وكقاتب واي مركا لبدا فائدة بوي كتيرا وحنا أهل العلم قاركوت المامين كتبت إنت بدن قواعدا شيخ وكسوقاتي وكتبت شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي عليه رحمة الله عالم كي وينا سنق أها سلفق أها كتبتي سنة الشيخ وكتا أثر آدي آد بو آخر سنجر سيدا الصوك له شيخ إسلام أردقيس ابن القيم عالم كي سنوينا كتبتي سيدا الصوك له كتبت ابن رجب الحنبلي وإسنا أردقي ابن القيم عالم كي سنوينا أبو الفرج ابن رجب الحنبلي وايه ولبا مركا يعني قواعدا وحلقه ليا قواعد ابن رجب شيخ ابن رجب وحل الى هذا وحل ليا قواعد وحوية يعني فقية كتاب قواعد فقية أي ليا هاي وادو عجوبة ولبا وحوية قارهان يعني مذهبك حنابلة سوى فقصا مركا قواعد ابن رجب وانت بضن كسوقات وقفك يسكو أخريانا ركادي أدبو أركيا وايه كتب كلاو وحوية كسوقاتينه ويشرتا مركا وحول هذه تني قواعد وهي نظمتها أن كن نظمي من كتب أهل العلم قد حصلتها قد حصلتها وحنا كصوحا سليون ككين من كتب أهل العلم كتبت أهل العلم كتب ويانا لكن تعد وحل الربي لضرورة الشعر جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر جزاهم أي أثابهم هكو أبا المريا المولى الله علمتها كو أبا المريا عظيم الأجر أي أجرا عظيما أجر وين هكو أبا المريا ومن باب إضافة صفة إلى الموصوف أي أجرا عظيما بلوتشي له جزاهم علمتها كو أبا المريا المولى إلهي المولى معالم الله استعمالها هذا إلهي بلوتشي له عظيم الأجر أي أجرا عظيما أجر وين هكو أبا المريا والعفو عفسناها كو أبا المريا مع غفرانه نافتان كيس للقب يو البر وناك بر قنوة سعة الإحسان مركا مؤلفك مركو الشاقع لماذا إنه كفى إذا يستي أيها الدنا أدعيي أنا وهذه من آداب طلبة العلم تنوحي كمتها يدبت أرضي ذي كمتها إن لماذا يعدي وحلق برتي لو دعيه وايه سيدا أو قيد باوحو يلي معني وحوية ننكي هرى إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فأكثر شكره أبدا وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها وخل اللؤم والحسد تعيد فائدة كوفا إذا يسع علوم تكمدا أم هدنق أم هدنق يسبضي حانت لها هبل با خير الله سيئي فائدي حسد كي وحيابها النوع عاصا نسك إلالي واي أنا علمتنا مركا علمتو دا ويود عين شري وشيخ عالمك هاي السنة هاي يحيى القطان لأولن شري وحول أنا أدعو للشافعي حتى في صلاتي الإمام الشافعي مع الصلاة ندعي أبوه مع الها صلاة نحدا ندعي الإمام أحمد بن حنبل إمام كيوين إمام أهل السنة يسقون وحول يريد لحن وقتك صحورته ووقتك النسك الضمبية دعاء الله أقبله أي ندعي أبوه وعاكم دها الإمام الشافعي مركع على كل حال علماء إن له دعيانا وأرني السيدة وحوية أمهيمة واي الدين معروف كلام وح كلام لو ترك كلاهين اللو دعي ورسولك عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا وكافئوه معروف كعلم جيم معروف كمال كويمة يا دين ما هذا هالكايس كتش وين توقفكوا يا رب أنت وبقول دولار كليب يا واتفرح يسعى واتكلم بضبطنا يا سما خير الله كسي جزاه الله خيرا سما وحوي أنت أصدق العقوة أكسم بها هاتيلا كوا أدوية سما وحكا قيمة بدن هل مسلول لغو فائدية وحارانتي حلاشكو صابس أما عبادة هذا وحوية لغو صحي أما وحوية المركة كبا انتفاع وصاب النقطين التوسطة ودها قاكتو فرال الله هنشاه إلهي هشو أيا وحوية كمهيم مركة قفك وناك دي سمية أدعي وأبا القدى وحوية أبا القدان هديدان هلين أدعي برسول كلها عليه الصلاة والسلام أدعي بله أنا مقدمته أما قيبت هراه الرعاه طبان كاسيكا كوبان تهي وحوغي مسائل او كصابسان قواعد اي معنه دي اي دي ارمك لفروق رحيسا اي نوهرسان عشر كدنبين ان شاء الله تعالى راعين دونا
الكاعة وينودينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.